أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون. نستهل النشرة بالبيان المشترك المغربي التونسي الصادر بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتونس، حيث جدد قائد البلدين عزمهما على العمل مع بقية الدول المغاربية من أجل عقد القمة المغاربية لتونس قبل نهاية السنة الجارية. كما أكد قائدا البلدين عزمهما الراسخ على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، كما أعرب الرئيس التونسي عن تقديره للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية. وكان قائدا البلدين قد أعلنا تمسكهما باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي بما يحقق طموحات الشعوب المغاربية في الأمن والازدهار والعيش الكريم. في نفس السياق، نفت المملكة المغربية نفيا قاطعا ما تداولته صحف وصفتها بذات النوايا المبيتة حول خلاف مزعوم بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وأورد بلاغ أصدره الديوان الملكي أن المملكة المغربية تنفي نفيا قاطعا الخبر السخيف والذي لا أساس له من الصحة الذي تداولته الصحافة ذات نية مبيتة بشأن خلاف مزعوم بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس التونسي فخامة السيد المنصف المرزوقي. وأضاف المصدر أن من وصفهم بأصحاب هذا الافتراء تجاهلوا عن قصد أن البروتوكول الجمهورية التونسية وعلى غرار عدد من البلدان لا يتضمن حضور رئيس الجمهورية إلى المجلس في مثل هذه المناسبة، وهو الادعاء الذي كذبته الرئاسة التونسية رسمياً. وختم البلاغ بالقول أن المملكة المغربية ووعيا منها تمام الوعي بأن أعداء التقارب بين الشعوب ومناوي بناء الصرح المغاربي لن يشعروا بالارتياح لنجاح هذه الزيارة ولوجود العلاقات المغربية التونسية، لا يمكنها إلا أن تعرب عن الأسف لهذا المستوى من الدناءة الذي نزلت إليه هذه الأطراف، يورد بلاغ الديوان الملكي. في الشأن الديني، وكما أوردنا في نشرة الأمس، احتضنت منطقة وين مذكور بالنفوذ الترابي لجماعة تلمزون القروية بإقليم الطنطان فعاليات النسخة الأولى للموسم الديني السنوي للولي الصالح سيدي عبد الرحمن التالي، موسم عرف لأول مرة في تاريخ المواسم الدينية توافد آلاف من أعيان ووجهاء القبائل الصحراوية، قدر عددهم بحوالي 7000 زائر قادمين من مختلف المناطق للتأكيد على هدف واحد ووحيد، وهو وحدة الصف وراء جلالة الملك لترسيخ الوحدة الوطنية والترابية. في المتابعة أسألك رحال، إبراهيم جدود، ونيم المغيفري. بهذه المنطقة المتميزة والخلابة والمعروفة تاريخيا بوسط العقد بمنطقة الصحراء، يتواجد ضريح الولي الصالح سيدي عبد الرحمن التالي رحمه الله. منطقة المذكورة التي حج إليها الآلاف من شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية قادمين من كافة مناطق الجهات الجنوبية الثلاث ومن أقاصي شمال المملكة. وعلى عادة كرم الصحراويين عند زيارة الأضرحة وزيارات الترحاب والتمجيد، أعيان تتقدمهم الإبل أغلى ما يملك إنسان الصحراء، تعبيرا من تلك القبائل على امتنانها لهذه المبادرة الدينية والتاريخية المتميزة بالمنطقة. الصحراويين اليوم مغاربة تحت الوحدة الترابية، هذه رسالة لهم في وحدتنا ورسالة لأخوتنا في الضفة الأخرى، بأن رانا وحدتنا هي اللي تحقق لنا هدف، ونبغوهم يقراوها قراءة سليمة لأن أجدادهم كاملين لأنهم في المغرب، وأقصد منهم البشير اللي هذا جده، غير هذا ما ينقص لأن يكون حل في الوطن تحت السيادة المغربية أن كاملين تحت الحوار والمصلحة العامة. أن وتشتاب القبائل الصحراون وتلتحم وراء جلالة الملك، وهذا هو النهار الفضيل عندنا وعند جميع الصحراء، بين التشاوف وتجابر وتسلت الرحيم وتسامح
وتجاوب مع الوقت اللي عاد اليوم المفروض يعني الناس يعني خاصة تعود ايد واحدة وصف واحد وتعود قبيلة واحدة وتعود ساكنة واحدة، لأنه ساكنة الصحراء كاملة واجب عليها ومطلوب منها هذا اللي هذه المهرجانات اللي تجابر فيها وتصير الرحم فيها. هذه الزيارة هي الحقيقة هي تبشر بخير. علاش؟ لأنهم يلقى فيهم الحمد لله هذا من أهل المنطقة كامل من جميع أجناسها برقيباتها بتكنتها باللي ماشي مشيها بموريتانها باللي يحضر كامل هون وجاي بنوايا سليمة. رب الله تبارك وتعالى الله يوحد كلمتنا على الحق تحت الراية المغربية وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نسأل الله وأيده. لأول مرة في التاريخ المواسم اللي اعتدنا أن نعدله أو نمشولها نشاركوا فيها نشوف ذا النوع من المشاركة المكثفة الكبيرة اللي تضم جميع القبائل الصحراوية. إذن أنا بالنسبة لي هذا مكسب تاريخي وعنده أبعاد كبيرة اللي قادي تنعكس إيجابيا على قضية الوحدة الترابية وعلى الترابط وعلى التضامن وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله. أحسن نهار عندي أنا كشخص ويمكن عندي أسر ثاني، لأنه شفت شي من توحيد الغبائل اللي ما هي إلا رقيبات وحدها رقيبات وتكنة وخلط ناس، وهذا ما قد تخلق ما هو. ونتمنى مع الملاعة أنه يكرر في مناسبات ثانية وفي نوع من التوحيد الزين. وفود القبائل الصحراوية التي حجت من كل حدب وصوب إلى فعاليات النسخة الأولى من الموسم الديني السنوي للولي الصالح سيدي عبد الرحمن التالي ثمنت عاليا الأهداف النبيلة للموسم الديني الذي يندرج في إطار لم الشمل وتكريس وحدة الصف والتفاف مختلف القبائل الصحراوية وراء قائد البلاد. لقاء اعتبر بمثابة استفتاء حقيقي لانخراط الساكنة المحلية وراء التوجهات الملكية السامية. الحقيقة هذا الموسم هو موسم مهم، والمواسم كاملة ومواسم مهمة لأنها تسمع فيها العائلات وتسمع فيها الأسر وتناقش فيها مشاكلها كاملة. وحق هذا يوم عظيم، احنا جينا عند الشرفاء رقيبات أبناء عمومتنا، جيناهم باش نشاركوهم في هذا الحفل حقا اللي هو حفل مهم. وهذا كان الحمد لله تنظيم زين، وكانت الحمد لله القبائل كاملة هون حاضرة وناقشت أمورها كاملة ومسائل زينة، وزاد الحمد لله نهار زين اليوم. هذا يدل على ارتباطنا ووحدتنا وتضامن احنا قبائل الصحراء بيناتنا، لأن هذا ما هو جد التالات، هذا جد كل الصحراويين المقاربة. واحنا جينا من مدينة بوجدور على بعد حوالي 500 كيلومتر باش ندعموا هذا الموسم اللي هو رائع، جميع القبائل وجميع فروع القبائل كما هي. كان عندنا الموسم الأسبوع الماضي نحن في زاوية الزريبة، جاءت كل القبائل من كل جهات، وهذا يدل إذا كان يدل على شيء يدل على تضامننا احنا أهل الصحراء بيناتنا وتضامننا في وحدتنا وتضامننا يعني في مملكتنا الشريفة. وجودنا عند الولي الصالح وهي فرصة للتوحيد الوحدة والكلمة للساكنة الصحراء من جميع القبائل، واليوم التقينا اليوم مع جميع القبائل الصحراء وكانت فرصة لتناقشنا فيها أن مصيرنا وهو الوحدة، وهو الوحدة تحت العرش العلوي المجيد. المناسبة احنا يعني نشد على أيدي هذه الساكنة من أجل التضامن ومن أجل الالتحام، وتترك يعني الأمور الصغيرة اللي ربما تعترض يعني الطريق. و يعني أنا أقول بشرى لنا اليوم بهذه المناسبة. الولي الصالح سيدي عبد الرحمن التالي سليل الدوحة النبوية الشريفة من مواليد أواخر القرن الحادي عشر الهجري، عرف قيد زمانه بالورع والتقوى وسعيه لفعل الخير، كما عرف عنه المساهمة الفعالة في الصلح بين القبائل المحلية، وكان مثالا لتقوى وفعل الخير. منطقة المذكور كانت ممرا للقوافل التجارية من وإلى الأسواق المجاورة، لقاء تميز بتأكيد العزم على مواصلة تتبع الخطى نحو الوحدة الوطنية والترابية. هي مناسبة لصلة الرحم بين جميع أفراد المكونات القبلية في هذه في الأقاليم الجنوبية، وهو تأكيد طبيعة الحال على تلاحمها
وعلى وحدتها وراء العرش العلوي المجيد. لأول مرة نشوف واحد صلة الرحم من أحسن مقدمة اللي تقدمت للقبائل، تعارف والتسامح والتجابر الصدع، وهذا نزيدوه ونثمنوه ونضربوا عليه دي على دينا على هذه العملية اللي هي مهمة، اللي جات من كل بلد رقيب خمسة خماس وجميع القبائل مؤازرتها. اللقاء يوحد الناس ويجابرها بيناتها، وتجابير الناس بيناتها هو اللي وحدها، وهو اللي يبادر بيناتها المحبة والصيغة والعزة، والصيغة والمحبة هي اللي تجمع الشمل وهي اللي تودي للنجاح الأمور. وحنا كعشيرة آل البصير احنا فخورين بهذا التوحيد اللي هو كانوا عليه الآباء ديالنا والأجداد ديالنا اللي عرفوهم جميع قبائل الصحراء بأنهم كانوا موحدين وكانوا كيجمعوا القبائل على كلمة واحدة وعلى وتحت راية العرش العلوي المجيد. نعرف أنه معلمني الله مثل أذيان مذ اتفاق الناس وذي الملقى اللي تلقى وذي الشوف وذي المناظر وذي طبيعة، على أن الإنسان يزاد منها لنا طبيعته ويزاد منها حتى وش عالمي تقعد فيها الناس كاملة، الناس على عيناتها كاملة تعود متلاحقة، فذا هذا يشجع الإنسان اللي هو صحراوي. اليوم نحن نربط ماضينا بحاضرنا، نربط صلة أجدادنا وصلة الأحفاد مع هذا الوطن العزيز وبين مختلف مكوناته القبلية المختلفة، لأن هذه القبائل كانت تجمعها قيم الفضيلة وقيم التساكن والتعايش والمحبة، وستبقى إن شاء الله. وإذا كان هناك سفهاء فكانت الناس كلها ضد السفهاء، وإذا كان هناك سيئين فالناس كانت ضد كل السيئين، لأن قيم الفضيلة هي الأعلى وهي الأقوى وهي التي تبقى. فعالية النسخة الأولى من الموسم الديني السنوي للولي صالح سيد عبد الرحمن تالي عزري والمذكور تميزت كذلك بتلاوة برقية ولاي وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس، لينتهي الموسم الديني بتوصيات مهمة اعتبرت مرحلة مفصلية في توحد القبائل الصحراوية نحو مصير واحد في انسجام تام وقل نظيره مع توجهات جلالة الملك. في نفس الإقليم تستعد مدينة طنطان لاستقبال النسخة العاشرة لموسمها السنوي أمجار، تظاهرة تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ابتداء من الرابع من الشهر الجاري إلى غاية التاسع منه، وهو المهرجان الذي صنفته الأمم المتحدة سنة 2005 ضمن التراث الشفهي اللامادي للإنسانية. مؤسسة أمجار الجهة المنظمة اختارت لهذه السنة شعار التزام مسؤول من أجل تثمين الموروث الثقافي. ضيف الشرف لهذه السنة دولة الإمارات العربية المتحدة أياد السرتي وعبد الرحيم حاجي. الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقبال النسخة العاشرة لموسم طنطان، حدث سنوي يعنى بثقافة الترحال والرحل من خلال استعراض مختلف مظاهر الحياة اليومية للإنسان الصحراوي والعمل على صيانتها وجعلها آلية للتنمية، ساحة السلم والتسامح، مركز ثقل فعاليات الملتقى، نصب للخيام الوحد الأساس في البنية الاجتماعية للإنسان الصحراوي لعرض ثقافة مجتمع البيضان الغنية بثراثها اللامادي وتعابيرها الشفهية والفنية. عالم مولانا اللزين ياكسمان، وكل عام بغيناه يتملى ويكرر، وزين وصالح وهلو زينين وذو اللي نعرفوا له حناتي وحناتي ذو هما تخدموا فيه. نشارك في مقار كل هاي السنة العاشرة من مقاقير ونشاركوا فيه وخيطوا ونجوا من بعيد، جمنا الصحراء ونجوم كل بلد مشاركين في المقار وفرحانين به وندوره يتمي وكرر دائما. جميع قبائل رأيك تقريبا 34 قبيلة هنا مشاركة، وهي كان نفس عدها هي كاتبني كل شيء موجود الحمد لله، وكاتبني وهي اللي بناء وهالشي فراش وشي بني وشي الحمد لله، وفرحانين قاعد بزاف الحمد لله فرحانين، وما عندنا إشكال الحمد لله رب لك الحمد، وفرحانين به كل سنة فرحانين به. الاستعدادات للنسخة العاشرة على قدم وساق فيما يخص ساحة السلم والتسامح، وكذلك ليس فحسب في ساحة السلم والتسامح كذلك في مدينة طنطان البلدية، كذلك الاستعدادات جارية
على أحسن ما يرام. والمدينة تستعد لتعيش العالمية، انفتاح على دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، تعزيزا للحوار والتبادل الثقافي وللاحتفاء بقيم المحبة والتسامح. ملتقى يعيد زواره بالعديد من الفقرات، عروض للفروسية وسباقات للهجن ومعارض للمصنوعات التقليدية، إضافة إلى وصلات موسيقية وسهرات فنية. جمعويا وتحت إشراف نادي فضاء الرعاية للأعمال الاجتماعية، أشرفت منظمة الكشاف بلا حدود فرع الداخلة على توزيع مجموعة من الألبسة لفائدة عدد من العائلات المعوزة وتكريم بعض الفعاليات التربوية بالمدينة. محمد التروزي ومحمد يداس. التربية على التضامن الاجتماعي والأعمال الخيرية هدف كان الأساس من تنظيم هذا الحفل الذي ضم فقرات فنية عديدة ساهم في ميلادها شباب وفتيان وأطفال تحت إشراف الجهات المنظمة للحفل، والذي عرف توزيع مجموعة من الألبسة على الأيتام والعائلات المعوزة في لفتة تضامنية خيرية. طبعا احنا كمنظمة كشاف بلا حدود في اطار البرنامج العام والمحور الخاص بالتضامن والتكافل الاجتماعي، نحن كمنظمة كشاف بلا حدود نريد ان نقدم فعل الخير اينما كان واي زمان. وبالنسبة للبرنامج كذلك كان عدد المستفيدين 120 مستفيد، وهذا العمل الخيري نتمنى انه يزيد ويطول ويكون على شكل استمرار. وكان وعد جميع ساكنة جهة واد القويرة خصوصا العائلات المعوزة وأطفال الأيتام بأن السنة المقبلة يكون عدد مضاعف. الحفل الخيري التربوي شهد أيضا تكريم عدد من الفعاليات التربوية التي ساهمت وتساهم في العديد من الأعمال الاجتماعية بالجهة عموما. من الداخل نرحل شمالا صوب مدينة آس التي تواصلت بها فعاليات المهرجان الإقليمي للطفل المنظم من طرف الفرع المحلي لجمعية الشعلة للتربية والثقافة في نسختها الثالثة. فقرات عدة ميزت المهرجان واستفاد منها أطفال الإقليم. علي الكبش ومحمود طويف. هكذا يبدو المشهد بساحة المدينة إذانا بانطلاق نسخة جديدة من مهرجان الطفل، احتفالية بلمسة ناشئة تلك التي بصم عليها تلامذة المؤسسات التعليمية بآسا خلال هذا الموعد الترفيهي، مشكلا فضاء ومتنفسا حقيقيا للأطفال للترويح عن النفس واللعب والمراحة. ساحة المدينة تحولت إلى محج حقيقي للنشأ، حيث وجدوا في ألعابها المقدمة ضالتهم أمام أعين الآباء والأمهات اللواتي لم يجدن بدنا في مصاحبة فلذات أكبادهن إلى هذا الفضاء الترفيهي. احنا اليوم فرحانين بزاف وتمنوا يعود النادي للألعاب، وتمنوا كل عام يعودوا لنا. كنتمنى هاد الألعاب يبقاو ديما لأن الأطفال فرحانين بهذا الشيء. هاد الألعاب عجبونا بزاف بزاف، والأطفال فرحانين، الأطفال فرحانين بزاف. كيلعبوا مزيان على حسب تلك الصغار اللي ما عمرهم لعبوا، كيلعبوا اليوم على حسب العاب جداد اليوم في كل عام كيديروا هاد الالعاب، هكاك علاش عجبوني. وهذا الموسم الثالث لي الدور الثالث اللي لعبوا فيهم، قدموا لنا مسرحيات والعاب ونشكرهم. لوحات تعبيرية وأخرى بهلوانية إلى جانب عروض ترفيهية أذكت البهجة والفرحة في نفوس الأطفال، علاوة على فقرات رياضية أتاحت لرهان المستقبل فرصة للتعبير عن مكنوناتها الإبداعية في موعدنا أضحى تقليدا سنويا غايته المثلى، رسم الابتسامة على شفاه الأطفال غاية كانت شعار هذه النسخة. في الشأن الثقافي، ومنذ أزيد من 4 سنوات فتحت المكتبة الوسائطية بحي الخير بمدينة بوجدور أبوابها في وجه مرتادها من التلاميذ والطلبة الباحثين، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات ثقافية. المزيد حول هذا المرفق الحيوي مع بريغين العروسي ومحمد شارة. تعزز المشهد الثقافي بمدينة بوجدور بمكتبة وسائطية غنية ومتنوعة، مكتبة أنشئت على مساحة إجمالية تقدر ب 500 متر مربع، ويندرج إحداثها في إطار جعل القراءة في متناول الجميع لتسهيل الولوج إلى عالم العلم والمعرفة. وتتوزع فضاءات المكتبة ما بين فضاء مخصص لفئة الصغار والأطفال وفضاء للشباب والكبار، إضافة إلى فضاءات أخرى
كما تتوفر المكتبة على 140 مقعد مخصص للقراءة، ضمنها 12 مقعد مجهز بحواسيب موصولة بشبكة الانترنت. ويبلغ الرصيد الوثائقي للمكتبة حوالي 17,000 كتاب، بالإضافة إلى أقراص مدمجة عن حكايات الأطفال. لقد تم افتتاح هذه المكتبة في بتاريخ 21 غشت 2010، ولقد جاءت كتعزيز للبنية الثقافية بالإقليم، وكانفتاح كذلك على الوسط الثقافي وعلى المحيط الاجتماعي الذي تقع فيه هذه المكتبة. طبعا المكتبة الوسيطة تضم مجموعة من الوسائط، على سبيل الذكر هناك فضاء الانترنت، هناك مكتبة خاصة بالصغار، هناك كذلك المكتبة الخاصة بالكبار. تضع المكتبة رهن إشارة مرتاديها من مختلف الفئات العمرية فهرسا إلكترونيا بغية تلبية حاجيات الزوار المتعطشين لاكتشاف الخدمات التي تقدمها. وحتى تكون المكتبة في مستوى تطلعات روادها، فهي تنوع بالمقابل مجالات رصيدها الوثائقي، إذ يمكن للقارئ أن ينتقل من كتاب وثائقي إلى موقع متخصص على الإنترنت. كنت واجدة في مكتبة الوسائطية اللي تقدم لمجموعة من الخدمات، من أهم الرصيد الثقافي، وبالإضافة إلى الانترنت اللي الشيء اللي من تلاقوه في الكتوبة نجولي هو. وهذه المكتبة وفرت لنا بزاف، بها قريبة من المسكة اللي احنا نسكنوا فيه. جونتي هذه المكتبة بريباري في جو هادئ، وأي كتاب في أي مجال نلقاه، لا في التاريخ لا في أي مادة، والحمد لله مستفادين منها. احنا كنجوهون كنراجعون بريبارو، وعندنا واحد الجو هون كالم هدوء الحمد لله، وأي كتاب بغينا كنلقاه، أي كتاب في أي مجال الحمد لله. وتعد المكتبة الوسائطية فضاء للثقافة يندرج في إطار تعميم الوصول إلى مختلف أنواع المعرفة، كما تعد قيمة مضافة لإشعاع المشهد الثقافي بالإقليم. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بجديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في تقرير محمد نوار. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية أخبار اليوم المغربية، التي كتبت في صفحتها الأولى: يبدو أن الزيارة الملكية لتونس حققت جزءا مهما من أهدافها. وذكرت اليومية بأن جلالة الملك محمد السادس اغتنم فرصة تواجده بتونس لتوجيه اتهام مباشر إلى الجزائر بإجهاض الحلم المغاربي. وكشفت أخبار اليوم المغربية بأن جلالة الملك قال أيضا: مخطئ من يتوهم أن دولة بمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن والاستقرار، فقد أكدت التجارب فشل المقاربات الإقصائية في مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل والصحراء من تحديات أمنية وتنموية. وعن ذات الموضوع كتبت صحيفة الخبر في صفحتها الأولى من عدد يوم غد الاثنين: بعث جلالة الملك محمد السادس برسائل قوية من تونس مهد الربيع العربي لحكام الجزائر، حملهم جلالته مسؤولية تعطيل منظمة اتحاد المغرب العربي. وكشفت الخبر بأن جلالة الملك محمد السادس قال في خطاب واضح وصريح أن الاتحاد المغاربي لم يعد طرفا سياسيا، بل أصبح حتمية إقليمية واستراتيجية. أما صحيفة المساء فكتبت في صفحتها الأولى من عدد يوم غد الاثنين: تسبب إقدام السلطات الجزائرية من جديد على إلغاء ديون دولتين إفريقيتين في خلق ضجة في أوساط نواب البرلمان الجزائري وفعاليات المجتمع المدني الجزائري، الذي اعتبر أن الشعب الجزائري أولى بهذه الأموال. وكشفت المساء بأن مجموعة قيمة الديون التي ألغتها الجزائر عن دول إفريقية أكثر من 1,400,000,000 دولار أمريكي، من بينها 500,000,000 دولار تم إلغاؤها مؤخرا لصالح دولتين، ويأتي هذا الإعفاء كرشوة لهذه الدول لدعمها جبهة البوليساريو. ومن يومية الأخبار نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين، وجاء فيها: لقي عامل يوم الجمعة الماضي مصرعه بالعيون جراء إصابته بصعقة كهربائية من تيار ذي الضغط المرتفع، حيث كان منهمكا في مزاولة عمله ضمن شركة تشتغل في مجال الربط الكهربائي.
وأوضحت الأخبار أن العامل الذي لقي مصرعه في منتصف عقده الرابع، وذكرت الصحيفة وفق مصادر فإنه على إثر إشعارهم بالحادث حضر إلى عين المكان ممثل عن النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالعيون وأفراد من الشرطة القضائية والتقنية والعلمية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سيد الولي والسيد إبراهيم والأنصار عن سن تنايز 94 سنة. الفقيد ينتمي إلى قبيلة الشرفاء رقيبات البويهات. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم اللدي مبارك والفراجي والبيبة عن سن تنايز 80 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة رقيبات. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الحسين والعبد الرحمن والصنبة عن سن تنايز 50 سنة. الفقيد ينتمي إلى قبيلة أولاد بسبع. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمتو من ترقراقي واللعلي والإبراهيم. الفقيدة تنتمي إلى قبيلة أولاد تدرارين. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهما صبرا وسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل واللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية. غدا إن شاء الله يرتقب أن يكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب. الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 15 درجة بقليميم 25 درجة بالقويرة. في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 38 درجة بأوسر 22 درجة بسيديفني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان عموما. طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:02، أما غروبها فسيكون على تمام الساعة 8:38 إن شاء الله. أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: 42 درجة بنواذيبو، 34 درجة ببوماكو، 33 درجة بنواكشوط، 36 درجة بتندوف، مع تسجيل 25 درجة بالعاصمة الرباط. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرات الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية forecast.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف أندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. أطيب المنى وإلى اللقاء.